الصحفيين أن التحكيم التجاري الدولي هو لا يختص لا بالشق السياسي ولا بالشق الجنائي، هو يختص فقط بالشق التجاري. فهناك بعض القضايا التجارية اللي بتضرب في المحاكم بتقعد فترة طويلة جدا، يمكن على مدار سنين. أنا حد من الناس في بيتنا يعني كان لينا تجارب في موضوع القضايا التجارية قعدت أكثر من 7 سنين يعني. ففكرة إنك إنت النهاردة تلجأ للتحكيم الدولي في مراكز التحكيم الدولي المعتمدة، وإنك تقدر توصل القضية للتحكيم الدولي، ده شرط بقى سهل جدا. حتى النهاردة بيتحط في، أنا شفته في بعض عقود الإيجار للمكاتب التجارية، المالك بيكتب في حالة نشوف أي خلاف نلجأ للتحكيم الدولي. فأصبح النهاردة بيعمل يعني بيبقى فيه تيسير وأكتر في عمليات، أو بيخفف العبء على القضاء ويبقى فيه تيسير أكتر على المستثمرين نفسهم سواء كانوا مصريين أو أجانب. فده جزء خاص بالتحكيم الدولي. عشان كده احنا بنحاول ننشر ثقافة التحكيم الدولي. وقلنا زي ما بقولوا بعيد وقرر، عشان انا سمعت حد من الصحفيين بيقول ان احنا بنناقش قضية العقارة، احنا كنا بنناقش قضية العقارة من الشق التجاري بتاعها وهو قضية التأمين. هي كنا بنناقش، لكن لا نتعلق بالقضايا التجارية السياسية ولا بالقضايا الجنائية. والتحكيم الدولي برضه ما بيغفلش الحق الجنائي، يعني لو في قضية فيها شق تجاري ترتب عليه عواقب جنائية لا يسقط الشق الجنائي. أسأل صحفيين، في حد يحب يسألني سؤال؟ هو النهارده كان وزير العدل هيدي التأكيد بتاعه الساعة 3، وعنده زي اجتماع خاص بيه هيأكد الساعة 3، لكن الضيوف اللي احنا أعلنا عنهم اللي هم مأكدين معانا موجودين هو معالي الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء الأسبق، معالي الوزير النعماني وزير الدولة للشؤون المحلية، هيكون برضو معانا الأستاذة مارجريت عازم، هيكون معانا المستشارة نجوى الصادق، دول أعضاء مجلس أمناء، الناس اللي أنا بقولها دي كلها أعضاء في مجلس الأمناء. المستشارة نجوى الصادق النائب الأول لرئيس هيئة النيابة الإدارية، وهيكون برضو معانا إحدى سفراء الدول النامية العربية. مجرد ما احنا نتكلم نقول في تحكيم دولي، الشركات اللي هي قعدت في برنامج الخصخصه الايام اللي فاتت دي، احنا الحديث الداير دلوقتي طب لو الشركات دي المستثمرين الاجانب لجأوا للتحكيم الدولي، وضع مصر اقتصاديا ودوليا هيكون ازاي؟ طيب فكلام حضرتك وان احنا دلوقتي نتنحى عن القضاء اللي هو المحاكم الاقتصاديه في الدوائر العاديه ونلجأ للتحكيم الدولي، يبقى بكده اي واحد المشكله على شقه هيروح يلجأ للتحكيم الدولي. طيب خلينا ناخد شقين، اول هو ان احنا بنرهب او المستثمرين عندهم ارهاق من عمليه التحكيم الدولي، هو يعني انا اعتقد من يرهق هو الشق المخطئ، لان مفيش واحد هيبقى عارف ان حد هينصفه ويبقى عنده رهبه. عشان كده لما بتحس الدوله ان هي لا لو راح التحكيم الدولي هتخسر فتتفاوض، تمام؟ فهو اساسي ان التحكيم الدولي هو عداله ناجزه، يعني المستثمر بدليل ان المستثمرين لما بيجي، ده كان في الفتره يمكن كان معانا المره اللي فاتت الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء السابق، وكان عمل لجنه المصالحه عشان ما تتكبدش البلد في الفتره كانت بعد الثوره مباشره، الدكتور عصام شرف تولى الحكومه بعد الثوره مباشره، فكانت هنا في مشاكل كتير جدا مع المستثمرين ما بين النظام قبل الثوره وبعد الثوره، فده ادى في الفتره ان عدد كبير جدا من المستثمرين كان عندهم مشاكل كبيره. الدكتور عصام شرف عمل لجنه المصالحه ولجنه حل المشاكل مع المستثمرين ديت، كان الهدف منها ان احنا ما نروحش للتحكيم الدولي ان احنا هنخسر، لان المستثمر عامل عقد ابرم عقد مع الدوله في اطار معين وفي نظام معين، فبعد ما ابرم العقد دوت ما ينفعش حد يجي يقول له لا اصل النظام ده كان نظام مش عارف ايه، او الوزير ده لا ما اتعملش طبق، هو ابرم مع من كان يمثل الدوله في ذلك الوقت. يبقى اذا التحكيم الدولي اللي بيخاف منه هو الشخص اللي هو عارف ان الحق مش معاه. تمام؟ لكن في القضايا ان نرجع للشق الثاني من السؤال، هو ان احنا بنسحب البساط من القضاء، القضاء يرحب بذلك جيدا، ما بنسحبش البساط ولا حاجه، بس عندنا كم القضايا اللي بتتداول في المحاكم التجاريه التي لا تتجاوز ال 20,000 جنيه تكاد تكون بمئات الالوف، يعني بمئات الاف القضايا. فلما يبقى عندي النهارده في القضايا التجاريه الاقي الرول بيبقى فيه 200 300 قضيه في اليوم الواحد، طب ما هو القاضي يعني ازاي هيحكم او ازاي يقدر ينجز في رول فيه 200 300 قضيه؟ انا عبد الرحمن عامر المدير التنفيذي المركز الجنوبي للتحكيم الدولي. اهلا وسهلا، عايزين
اهداف المؤتمر واهداف التحكيم الدولي انتوا بتعملوا ايه؟ هو زي ما انا اتكلمت من شويه جوه في المؤتمر الصحفي قلنا عن التحكيم الدولي هو الهدف منه هو نشر ثقافه التحكيم الدولي والهدف من نشر ثقافه التحكيم الدولي ان احنا نعمل تحفيز للمستثمرين الاجانب اللي عندهم تخوف من الوضع السياسي وتعدد الحكومات وتعدد الانظمه كل الكلام دوت بيدي تخوف لدى المستثمرين فالمستثمر لو عارف ان في تحكيم دولي هيبقى معاه او الدوله ديت ما عندهاش مشكله في التحكيم الدولي هيبقى عنده طمانينه ان انا ما ابقاش خايف من تعقب الانظمه. وانت حاسس ان في دعم من الحكومه ليكم؟ يعني عايز اقول حاجه مهمه هو مركز جنيف بيعمل الموضوع دوت من باب حرصه على دعم الدوله وليس العكس يعني مش دايما كل حاجه نعملها ننتظر فيها دعم من الدوله. انا شايف ان احنا اي حد في امكانه ان هو يقدم حاجه للبلد ما عندوش مشكله غير ان التحكيم الدولي ده احنا بننشر ثقافه التحكيم الدولي حتى داخل مصر يعني ما بين المصريين وبعضهم لازم يبقى مؤمن بيعني ايه ثقافه التحكيم الدولي. ليهم الجبار ده كله تحيه كبيره ليهم كلهم معايا ولاني مش هيسعني الوقت لكن انا بشكرهم واحد واحد هم يعلموا مدى حبي ليهم وتقديري لهم شكرا بجد لفريق العمل مركز جنيف التحكيم الدولي شكرا جزيلا ليهم. والان يعني تكريم الساده الضيوف والساده اعضاء مجلس الامناء نبدا يعني باستاذي والدكتور وعضو مجلس الامناء الدكتور يحيى الجمل. خالص الشكر والتقدير ويعني التكريم وتشريف لينا معالي اللواء محسن النعماني. معالي الدكتور يعني القدير الدكتور شريف جاد المستشار نجوى الصادع عضو مجلس الامناء ونائب رئيس هيئه النيابه الاداريه. النظر هنا يا فندم سؤالي. والان جه يعني دور الابطال الحقيقيين وهو حضراتكم. شرفتونا ونورتونا والان نبدا في حفل توزيع الشهادات مع الاستاذ احمد جهاد. هينادي على حضراتكم اساميكم واحد واحد ويتم تسليم الشهادات ليكم. شكرا ليكم ونورتونا شكرا. شكرا فندم.